على حسب اللقاء ديالو ساجز. طبعا كما لاحظتم كان ملتقى ناجحا بحضور عدد كبير من المستثمرين المغاربة، سواء اللي عايشين في المغرب أو اللي عايشين في الخارج، وعبروا عن شهاداتهم وعن رأيهم فيما يتعلق بمسار الاستثمار ومناخ الأعمال. طبعا ملاحظات وجيهة نوهوا بالتطور الحاصل على مستوى مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات، ولكن في نفس الوقت كانت مقترحات فيما يتعلق بتحسين الخدمات، بتبسيط المصادر، بسرعة اتخاذ القرار، بالتسويق، ثم أيضا فيما يتعلق بالتمويل والمواكبة. والحمد لله هذا كيبين على مدى حرصهم للاستثمار في بلدهم وفي جلب الاستثمارات أيضا مع الأجانب. لكن أيضا هذا الملتقى عرف مشاركة متميزة لعدد من المؤسسات اللي كتمثل المؤسسات العمومية، الحديث عن البرامج الحكومية، عن البرامج العمومية فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالدعم، فيما يتعلق بالمواكبة، فيما يتعلق بالتحفيزات الضريبية، فيما يتعلق بالبنية التحتية المناطق الصناعية وغيرها. وأيضا كانت مشاركة ممثلين لجمعيات مهنية، يعني كاين الغرفة طبعا كانت حاضرة، ولكن جمعية مهنية تابعة لسجام اللي عبروا على تجربتهم ودورهم في جلب الاستثمار، في الدبلوماسية الاقتصادية، في أيضا تحسين مواكبة المقاولات، والحاجة أيضا إلى أن يكون هناك توازن هرمي بين المقاولات الكبرى جدا والمقاولات الكبرى والكبرى جدا، ثم المقاولات المتوسطة والصغرى، وحتى المقاولات الناشئة. ثم كان تفاعل مع مؤسسات التمويل، وهذا شيء مهم بالنسبة إلينا كأول ملتقى للمبادرة حول الاستثمار الصغير والمتوسط ودور ديال الجالية. نعتبر أنه كان ناجحا، كان مفتوحا. طبعا هناك توصية نوعية، بل هي توصية تضاف إلى ما هو موجود في ميثاق الاستثمار وفي مخطط مناخ الأعمال، لكن توصية مثلا على سبيل المثال أن يكون هناك مرصد خاص باستثمارات أبناء الجالية، أن يكون مثلا معرض افتراضي، أن صالون فيرتويل للمنتوج المغربي وللاستثمارات الوطنية، أن يكون هناك أيضا فرق متنقلة أو فرق فرعية محلية وشباك محلي وجهوي خاص باستثمارات أبناء الجالية. مثلا كانت هناك توصية أن يكون هناك دبلوماسيون متجولون، اقتصاديون متجولون لجلب مزيد من الاستثمار، ولا سيما أن هناك الآن انتقال الرأسمال والاستثمارات تنتقل الآن من دول إلى دول، والمغرب مطروح الآن في قائمة الدول التي تحتاج إلى، التي يرغب فيها الناس أن يستثمروا. هناك رغبة الآن، ما يحصل الآن في العالم ومن مع الأسف الشديد لا نريدها من توترات، وأيضا رغبة أوروبا أن تستدرك وأن تجلب نفسها استثمارات، لكنها تحتاج إلى الموارد البشرية وشركاء، ولذلك هي تفكر في الكو ديفلوبمون، ما يسمى بالتنمية المشتركة. فأعتقد ثم أيضا إفريقيا التي تعتبر أن المغرب هو بوابة نحو العالم، موقع لوجيستيكي كأهل باش نجلبوا مزيد من الاستثمارات بالنسبة للبلاد ديالنا. وهذا كما قلنا نحن جزء من الدينامية الوطنية اللي كيعرفها بلادنا، فإن شاء الله سنستمر في هذا المجال باش نجحوا في هذه المهمة إن شاء الله، في إطار الوطن دائما أولا ودائما. سي عزيز، هل فعلا حرب أوكرانيا أثرت على الاقتصاد المغربي؟ أنا أعتقد بأنه بعد الأزمة الصحية، يعني كوفيد، جاءت الحرب الأوكرانية، ثم التوترات العالمية بين القوى الكبرى، لا شك أن عندها تأثير، لها سلبيات ولكن لها إيجابيات أيضا. يعني فأعتقد بأنه العالم الآن ينظر إلى المغرب كقوة إقليمية صاعدة اقتصادية ودبلوماسية وسياسية، وموقع لوجيستيكي متميز، نحن في الرتبة 17 عالميا فيما يتعلق بالربط البحري، وهذا يعني كيأهلنا باش في ظل هالتحولات العالمية والاقتصادية بالخصوص باش يكون للمغرب نصيب كبير وكبير جدا. نعم يجب أن تكون ثقة قوية بين المؤسسات الوطنية وبين المستثمرين وخاصة المغاربة العالم، وهذه الثقة لا يمكن أن تتقوى إلا كما قلت بتنزيل المقترحات على أرض الواقع، بحسن الاستقبال، المواكبة، الإعلام بالإرشاد الاقتصادي والتوجيه الاقتصادي، وهذا الشيء إن شاء الله تشتغل عليه بلادنا، ونحن جزء من هذه الدينامية إن شاء الله اللي غادي في هذا الاتجاه. الملتقى الأول للمبادرة نجح في كل المواصفات، هل هناك لقاءات مبرمجة مستقبلا من طرف؟ طبعا نحن عندنا لجان متخصصة وعندنا فروع، سنشتغل الآن على الاستثمار الغذائي، سنشتغل على الاستثمار في الصناعة التقليدية، في التجارة، في السياحة،
في مجالات متعددة في الثروة الطبيعية. سنشتغل أيضا على مستوى يعني التعليم، على مستوى الصحة، نشتغل أيضا على مستوى هناك الآن إعداد لما يسمى بالملتقى ديال المقاول الشاب، لأنه الآن كاين برامج وثانيا كاين إنجازات. فإذا إن شاء الله غتكون، تأكدوا بأننا لن نتوقف. الأسبوع المقبل سيكون عندنا لقاء خاص بالدبلوماسية الموازية، وضمن هذه الدبلوماسية، من كنقولوا الدبلوماسية الموازية فكاين الدبلوماسية الرياضية اللي كيقوموا بها وغيقوموا بها الشباب ديالنا اللي هما الآن كيمارسوا في واحد العدد ديال الفرق أجنبية. كاين الدبلوماسية الثقافية، كاين الدبلوماسية الاقتصادية، يعني كاين الدبلوماسية العلمية اللي في الإخوان ديالنا والأخوات اللي في الجامعات الدولية اللي يمكن لهم يقوموا بدور كبير جدا في الدبلوماسية. الرياضي المتميز الآن لا في كرة القدم ولا في ألعاب القوى ولا في الرياضات الأخرى، يعني مثل فنون الدفاع وغيرها من الرياضات، ممكن يلعبوا دور كبير جدا في التقريب بين الفرق الدولية والفرق الوطنية. ثم أيضا هناك أنواع أخرى من الدبلوماسيات، غيكون عندنا مائدة مستديرة باش يمكننا إن شاء الله نطوروا هذا المجال. شكرا، لأن عندي سفر الآن، معذرة عندي سفر الآن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور وأب ستور.